الخريطة تنتقل للملعب أثناء المباراة، شلون ما تتأثر يعني؟ تتأثر، وأنا حسيت بهذا الشيء، يعني الكادر التدريبي كان يتأثر، اللاعبين كانوا يتأثرون، يعني إحنا الحمد لله وشكر خففنا الضغط عن الكادر التدريبي واللاعبين. يعني تعرف معاناة عانينا إلى أن الحمد لله والشكر. طبعاً النجاح ما يجي بسهولة. رحم الله والديك. بس شنو نوع الضغوطات والتدخلات السياسية اللي حضرتك ذكرتها؟ أي نعم. وقلت تأثر على نتائج الدوري. شنو هاي الضغوطات؟ ضغوطات سياسية حتى يمكن آخر فترة يمكن مع جل احترامي وتقديري إلى نادي الناصرية، يمكن المباراة اللي ما أكملت في المرحلة الأولى. يمكن أكو الفقرة السادسة المادة الرابعة على الفريق المضيف يتحمل كافة التبعات، إن كانت جمهور نزول الجمهور لأرضية الملعب، عدم توفير الحماية الكافية للجمهور وللاعبين، هاي كلها إحنا نقول يعني ما كانت موجودة. فمن وصلت انه ما كملت المباراة ووصلت انه للمسابقات ولجنة الانضباط، وممكن اعتقد الاتحاد المركزي كان يمكن بالاجماع كله بالاجتماع صار خاص بهذا الموضوع، بالاجماع اقروا انه المباراة رايحة الى نادي كربلاء لعدم توفر حماية للاعبين ونزول الجمهور. انا عندي هاي تفاصيل المباراه. ايه؟ بس وين الضغوطات السياسيه بالاجماع؟ بالاجماع قرار اقر بالاجماع من الاتحاد المركزي اعضاء الاتحاد انه 3 نقاط الى نادي كربلاء، خلص ووصلت الاخبار الى محافظه كربلاء والحمد لله استبشرنا خير. بس بعدها يمكن مثل ما تعرفون يمكن بعدها يمكن بيومين ثلاثه طلع القرار انه المباراه تعاد وعلى ملعب التاجي. صار الصدمه يعني تاثيرات سياسيه. يعني شنو تاثيرات سياسيه كانت؟ هي قرار سياسي تغير الموضوع، تغير القرار. ومن السياسي اللي يتدخل وغير الموضوع؟ انت اذا ما عندك معلومات اليوم تتهم نادي الناصريه، نادي الناصريه من حقه يقول معلومات كافيه. لا ما تهم نادي الناصريه، قلت لك شخصيه سياسيه، انا ما تهم نادي الناصريه. بس المستفيد نادي الناصريه من القرار، منو هذه الشخصيه السياسيه اللي وقفت بوجه هذا القرار؟ مع حفظ الالقاب والمسميات كابتن علي، يعني احنا الحمد لله وشكر مشت